جيت نحضر هنا في نطاق الحوار اللي كاين بين اليساريين والاسلاميين. انا ما عمري ما امنت بان كاين حقيقه شي خلافات اللي يمكن نقولوا عليها جوهريه ولا اللي تسمح اللي تتمنع باش يكون نقاش وحتى تقارب بين اليساريين. فمن طبيعة الحال هناك خلافات يمكن نقولوا بان يمكن نتكلم عليها، ولكن هل كاين نقاط ديال التشارك، نقاط ديال التقارب امام ولا سيما امام هذا الرجوع اللي تنعيشوه اليوم في المغرب، رجوع الاستبداد ورجوع منهج السلطوي؟ فانا اظن بان جميع الناس اللي تيهتموا بمساله الديمقراطيه وجميع الناس اللي تيهتموا بمساله محاربه الفساد ومحاربه الاستبداد خاصهم يتقربوا بيناتهم ويبحثوا على سبيل محاربة هذا الاستبداد وعلى سبيل بناء دولة ديمقراطية. حتى هذا هو يمكن نقوله بأن الرصد المشترك بيناتنا كلنا، لا علمانيين ولا يساريين ولا إسلاميين، هو قيم الديمقراطية وقيم حق الإنسان اللي هي قيم كونية وعالمية.